في إطار الحملات التوعوية التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني ضد كوفيد 19، فقد نظمت شبكة الممثلين التشاديين من أجل التعايش السلمي حملة توعوية لطلبة وطالبات ثانويتي فيليكس أبوي والثانوية الفنية التجارية، بهدف توعيتهم بالالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي قدمتها الحكومة من أجل الوقاية من فيروس كورونا. وبهذه المناسبة تحدث رئيس شبكة الممثلين التشاديين للتعايش السلمي عن الهدف من تنظيم الحملة التوعوية. القرايدة فكو ده كل الشروط. الإيال كم تجو في الليكول ده تخصل إيدانكو بصابون، كم دخلت الكلاس تشول الكاشنة هناكو. ده الكلام الكان أم بين كوميتا دي جيشو دي كريس والحكومة والمسائل عن الإيكولات. وعليم لميناكو ده لا تشول مسؤولياتكو في إيدانكو. أنت تكونوا سفراء عن كلاساتكو دول. من اللي كان كملت ده تمشي لأخوان كوالفي الكلاس قايدين ده توأم بشيء ده. تبقى الإشارة إلى أن مثل هذه الحملات التوعوية التي تنظم لصالح السكان ضد فيروس كورونا وجدت إقبالا كبيرا من شرائح المجتمع، وسوف تقلل من انتشار هذا الوباء القاتل. وعليه يجب على طلاب المدارس التقيد بالتوجيهات التي قدمتها السلطات العليا بالبلاد من أجل صحة المواطن وكرامته.